نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء التنشيط. قم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الحساب، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إلغاء تنشيط الملف الشخصي أو حذفه. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إلغاء تنشيط، سوف نقوم بالضغط هنا على إلغاء تنشيط. وهكذا سوف يتم إلغاء تنشيط تطبيقكم. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. نراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.